هو اللي غادي يتبعوا ان شاء الله، ماشي اللي واقف اللي غادي. واحد خونا غادي شتيه، غادي نتبعوا هذا اللي غادي. عندك تشوفوا تما تقول كيمشي بحال هذيك المشيه، تبقى تستهزاء ولا تقول سكران ولا تقول محشش. راه شفتو انا وعبرتو مزيان، راه المشيه ديالو بحال ما هكاك. عندك تظلم، نشاد بني شاد في شيه تخيش الويد. غادي الغلط قال غادي يقلب يشرب الماء، وقيلة ما قلبش الماكينة واحد الخابية تما ديال الماء ما قلبش. شفتو تا هو كان كيشوف في الارض. عندك يكون شفار، هاد عندك اللي هاد عندك هي اللي هاد عندك هي اللي خرجت علينا اخوه. عندك ويكون شفار ونكرموه، ما كاين حتى مشكل، وقفوه دابا. السلام عليكم خويا، كي داير؟ مزيان. قرب قرب، مساء الخير. انا اخوك، كي داير؟ الله يكبر. شتك تبعتك دابا في الطريق، انت غادي كتلوح عينك هنا، كتلوح عينك هنا، قلت غنتبع هذا السيد هذا، هذا الرجل هذا، لعله هاز شي هم مسكين. يا ايوا كل واحد وهم وابا ديالي، كل واحد ايوا الهم ديال اليوم. انت علاش علاش غادي دابا مثلا؟ انا ماشي كنسول فيك بحال داخل لك في حياتي. لا هاني هاني من حقك تسول خوك. لا انا نسول خوك هاكا، والله العظيم الا وقفت عليك اخ ديالي. سبحان الله العظيم، حلفت لك بالله خويا، غير الله تعالى. شوف الله عز وجل، انا غادي ديك الجهه بنت اليدين، قطعت الطريق درت من الجهه الاخرى وقلت نتبع هذا الراجل هذا. تحياتي خويا، الله ينورك. فين غادي خويا؟ غادي غير هنايا وصافي. كتمشى وصافي. كي داير الامور ديالك؟ الامور مرنك يعني عيانه عيانه، الا بغيتي تدبر عليا شويه ما كرهناش. الله يهلك، انا تبعتك باش ندبر عليك. الله يدبر لك. ما تعشيتي؟ باقي ما تعشيتي؟ ما ماشي ما والو، مرنك سبحان الله ساعة ولا يعني. ياك ربي اللي يفوقنا. اي والله سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وفين غتعشى مثلا دابا؟ هما الفلوس في جيبك، هاي في جيبك واحد 30 درهم ولا 40 درهم، فين غتعشى؟ لا لا كلشي سير، غير تعاوني هكا، غير ديرها يعني معايا هكا شجاعة، وكتشجعني الله يشجعك. دير اللي درتيها في الجيب ديالك تشجعك. تشجعني هكا يعني ما نبقاش يطيح هكا، تحيد عليا شوية الهم يعني، تحيد عليا شوية. طيح شوية القضية طيح. الله ينور خير. أنت من طنجة؟ لا والو، أنا ولد الناظورة. الله أكبر. الله سبحان الله العظيم. نكرموك أخويا. تحية. سهل الكرم. الله عرفتي شحال كرمونا الناس ديال الناظور حنا؟ الله يكرم العائلة ديالك. خويا ديالي، وفين غادي تبات اليوم؟ لا لا عندي فين كتخبى. عندك فين كتخبى؟ عندي كتخبى وتخبى. اش خاصك دابا؟ خاصك تدبر عليا الا بغيتي. شحال بغيتي؟ الا عندك المجهود. الا ما مسكين، شحال بغيتي تقريبا؟ يعني 3 سنين انا ما شفت الوالده، على حسب بروطار ما خدمناش شي، كنخدموا يعني كان. وتبغي تشوف الوالده؟ ما كرهتش، ما عنديش الصعب. وبغيتي 3 سنين ما شتيهاش؟ 6 سنين والله العظيم الا ما كرهناش. وبغيتي تمشي عندها؟ مرة خدامين جدك كورونا دخلت علينا، وقفت وقفنا في الوسط الطريق ودي ما كرهناش، راه 3 سنين العيودات وكذا يعني ما كرهناش. وعلاش ما كاين واحد الحل؟ غير بسوء القدرة يعني. معليش ان شاء الله بإذن الله، أنت الحمد لله خارج باش تدبر على راسك. برافو. خارج باش تدبر على راسك، تمشي عندها. ولا بغيتي تمشي عندها؟ نصيفطك تمشي عند الوالدة؟ أنا ما كرهتش. هذيك راه كنتصل معاها في التليفون بحال بحال، ولكن ما كرهناش. بنادم يخرج هكا بقلبه يريح هكا معاه، تمشي تريح معاهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام. شوف تمشي تريح معاهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام على حسابي خويا. شوف الله ينور خويا، الله ينور. نخلص لك الترونسبور وتمشي قبل ما تمشي، تمشي للحمام فهمتي؟ تمشي للحمام يعني تحسن شويه، تمشي عندهم شويه مدير. هاني هذاك الشيء اللي دبرتي عليا شويه ما كرهتش. انا نقضي لك هذا الغرض هذا كامل. علاش ما لا لا غير دبر عليا غير الصاف،
كندعي معاك القلب ديالي يعني كيوسع لي في هاد الدقائق هادي حتى حتى تموت ان شاء الله. والله الا دبرتي معايا هذا ان شاء الله ولا بدا ما نخليكش ما نخليكش غدا نجمع راسي هكا نمشي نطلع عليهم هكا على سيفتي. والله اي والله نمشي نقول لهم واحد المغرب مسكين ساعات ولا نعاود له هكا نقول له يوصل وفي الوقت حاسمه وفي الوقت حاسمه لا عليك ولا علي يعني. شحال شحال يخصك باش تمشي شحال باش علاش ما قديتي وجهي؟ لا ولكن انا علاش ما قديتي علاش ما غنفوتش الجهد ديالي ولكن واحد القضيه مثلا انت شحال كان يقدر يكون عندك في الجيب ديالك باش تقدر تمشي؟ غير 400 درهم. 400 ولا 300؟ 300 غنمشي. ياك ها هي اخويا ها هي 400 يا قلتي 400؟ غير 400 ربي ديالي الله يبعد عليك الله يبعد عليك ولاد الحرام الله يوقفها عليك. ها هي اخويا 400 برافو دراجة. ها هي اخويا راه اللي داك الراس عمل لا شوف انا بحالك انا اخوك اخويا الله شوف لا راس لا يد لا رجل الحمد لله رب العالمين. انا اخوك انا وقفت عليك لله عز وجل الله يرحمك والناس ديال الناظور ناس معقولين. كنت مخنوق هكا راه بعدتي عليا واحد الخنوقيه يعني كنت في الشده الله يبعد عليك. كنت في الشده كنت في الشده الله يرحم والدها ديالك ابا والله اخويا الا وقفت لله عز وجل ولد الرجال الله يرحم الله يكبر الشبانية ديالك الله ينورك الله يبعد عليك جميع اللي كيتصاب الله يرحم والديك ابا امين اخويا تحياتي ولد الراجل الله يحفظك. وغتمشي عندها دابا فين غتمشي دابا؟ غنمشي ان شاء الله ندبر شي كسوه هكا. اه جاجي بلاتي اش غتمشي دير؟ ندبر شي كسوه ندبر شي العدالة ندبر شي كسوه بعدا عاد تمشي ياك غنحل ضروري هذاك. وشوف خشي فلوس في جيبك هما الاولين واش شادو في يدك؟ ضروري ابا ما تخممش الله يرحم الوالده ديالك ابا. واش بيني وبينك واش فرحتي ولا لا؟ فرحت راه والله يا اخي ماشي غير كنت في الحبسه صاحبي اللي حبسه على شي شيء راه قلبت بنادم انت في يدك التغطيه ديالي غتخنق. سي الله يبعد عليك جميع الصعوبات تبي في هذا النهار هذا امين يا رب العالمين الله يحفظك وبارك الله فيك. الله يبعد عليك الله يعينك. ماشي مشكل مسكين هو مسكين منك سبحان الله سبحان الله. شوش قال شوش قال قال حيدت علينا الخنيق سبحان الله. شوف كي ديمارة دابا شوف الديمارة كابي خويا فعلا مهموم ياك قالك كنت مخنوق. شوف هالإخوان قالك كنت مخنوق المشية تبدلات ديمارة صافي هو غيقطع الطريق ما كاينش حتى دابا مقابل لي تي جي في مسكين. ها اللي قلت يقدر يكون شفاع إن بعد الظن إثم إن بعد الظن إثم ولكن هذه المسألة الله يتدل لي شوف الله يتدل لي الله يلا دار لينا ايوا قال كنت في الحبس كنت مخنوق خففت عليا شويه الهم الوجه ديالو نقي هكذا كيدير الوجه ديالو مزيان الحويجات ديالو شتي الحويجات ديالو باغي نقيين الحويجات ديالو نقي يعني ماشي متشرد زعما داك المتشرد ديال سميتو هز الهم مسكين وهاد يلا هذا الشيء كيهضر معايا يهضر معنا بحال شي استاذ ولا لا ايوا دابا نحقروه الاخوان واش هضر معنا بحال شي استاذ ولا لا يلا عطيوني دابا تحليل ديالكم للموضوع اش بان لكم فيا كان غادي في الزنقه كان خدام ما كيدورش يطلب دابا هذا فيه تا هو يوقف فيه ما يوقف ولكن بنفسه حاره
فيه ما يوقف فيه ما يوقف دابا هذا حدا السطوبات تا هو من ناظور ما شاء الله فيه ما يوقف من حدا السطوبات تا هو يوقف تما وبدا يقول بحال هذوك الافارقه وذوك اللي كيوقفوا حدا السطوبات هو بنفسه حار داز غادي كيدبر على راسو ما يوقف حتى شي واحد ما يقول حتى شي واحد عطيني ما يقول حتى شي واحد مد ليا ما والو قال لك الكلمه الخدمه مع هاد كورونا ومع هاد الشيء هذا الخدمه مع كورونا ما كايناش الخدمه ما كاين والو قال لي عنده خصني 300 ولا 400 نمشي في حالات نمشي نشوف الوالده قلت 300 ولا 400 اشنو المشكل هاد 40 اورو هاد 40 اورو اللي عطيناه من الشوفه عرفتو نعم الطريقه يكت غادي هنا قلت لك زكا هو علاش غادي تا هو كيضرب عينه في الارض وكيضرب في هادي راه كيجمع على زبال لا والو مسكين غادي ندي ماري وصافي فين المشكل دابا هنا واش فرح ولا لا فرح فرح بزاف خرج من الحبس كنت مخنوق قالك كنت مخنوق إذن تعلمنا تاني من جديد تعلمنا واحد الحاجة اللي زوينة تعلمنا أننا بأبسط الأمور ندخلوا الفرح والسرور على الناس نطلبوا ربي سبحانه وتعالى يدخل عليكم جميعا الفرح والسرور بالنسبة للإخوة وبالنسبة للأخوات كتعرفوا الحمد لله رب العالمين كتعرفوا أنه مؤسسة أبا حمزة الخيرية الهولندية العالمية تقوم بأشياء جيدة جميلة تعلم الناس إلى غير ذلك فدائما عندنا واحد رقم الحساب ياك عندنا واحد رقم الحساب عندنا البايبول عندنا بزاف الحوايج اللي تقدروا تساهموا معنا في هذا الشيء اللي كتشوفوا شتونا الأيام كاملة وحنا كنجري واللي خاصها العملية درنا عليه اللي خاصو الكرا اللي خاصو كروسا اللي خاصو كذا اللي خاصو كذا اللي خاصو كذا اللي خاصو كذا الحمد لله كل حاجه لايف حتى من الكلاب والمشاش كتشوفوهم الحمد لله ف يعني الا قدرنا نتعاونوا كاملين كما هو يعني بزاف الجمعيات وبزاف كذا الى غير ذلك لكن حنا كنديروا شي حاجه اللي كنديروا شي حاجه اللي رائعه جدا كنديروا شي حاجه اللي زوينه بزاف حاولوا انكم باذن الله تعالى تكونوا معنا اعوانا على هذا الخير انا راك شتيني تعاونني ولا ما تعاوننيش غادي ندير ياك ملي كيكون الجهد عندي كندير ملي كيكون الجيب ديالي سخون كندير ملي كنتخلص سواء من اليوتيوب ولا كندير شا كندير دائما النصيب الحمد لله سواء من التجارة سواء من اليوتيوب سواء من تجارة حتى تجارة أخرى مع بعض الإخوة
يعني ملي كيجي النصيب الحمد لله الا وكنحيد واحد النصيب وكندير الا كي الا تعاوننا غنشوف واحد الحوايج اللي زوينه. هاد الوليد هذا يعني شتو الصبر ديالات الحمد لله فريد ما شاء الله، شتو الصبر ديالات وصلوا لعند الاخوان ما شاء الله باذن الله تعالى. هاد الاخ هذا كنت غندير معاه راسي شويه، ولكن يعني غنخلصوا الصبر ديالات ونخلصوا شحال من حاجه. يعني ما قدرتش ندير الجهد اكثر من هذيك اللي قال، فرحت ملي قال لي ما بين 300 و 400 غتفرحوا. كنت باغي غدا نغسلو نديو يتحسن يلبس شي حويجات ونوقفو معاه نصيفطوه في الكار ونديرو ليه شي كادوات ويمشي عند ميمتو، لكن قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل. فالإخوة دائما أبا حمزة، مؤسسة أبا حمزة مهموم، كطلب منكم دائما المساندة دائما المساعدة. الحمد لله ترون كل ما تقوم به على المباشر، ترون كل صغيرة وكبيرة على المباشر، كل حاجة كتشوفوها وهادشي من قديم الحمد لله. أي حاجة مع أبا حمزة إلا وكتشوفها بعينيك مباشرة، ما كنقادوهاش ما كنصوبوهاش ما كننقيوهاش، أي حاجة إلا وكتشوفوها على المباشر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم وفي سنة سيد الأولين والآخرين، وأن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين. فاستغفروه يغفر لكم. هو اللي غادي نتبعوا إن شاء الله، ماشي اللي واقف اللي غادي. واحد خونا غادي شتيه غادي نتبعوا هذا اللي غادي. عندك تشوفو تما تقول كيمشي بحال هذيك المشيه تبقى تستهزاء ولا تقول سكران ولا تقول محشش، راه شفتو انا وعبرتو مزيان راه المشيه ديالو بحال ما هكاك. عندك تظلم نشاد بني شاد في شيه تخيش الويل. غلط قال ما غادي يقلب يشرب الماء واقيله، ما قلبش الماكينه واحد الخابيه تما ديال الماء ما قلبش. شفتو حتى هو كان كيشوف في الارض. عندك يكون شفار، هاد عندك اللي هاد عندك هي اللي هاد عندك هي اللي خرجت علينا اخويا. عندك ويكون شفار ونكرموه ما كاين حتى مشكل. وقفوه دابا. السلام عليكم خويا، كي داير؟ مزيان؟ قرب قرب. انت بخير؟ انا اخوك. كي داير؟ الله يكبر. شتك تبعتك دابا في الطريق، انت غادي كتلوح عينك هنا كتلوح عينك هنا، انت غنتبع هاد السيد هذا هاد الرجل هذا لعله هاز شي هم مسيكي ياك؟ ايوا كل واحد وهم موبا ديالي كل واحد. ايوا الهم ديال اليوم انت علاش علاش غادي دابا مثلا؟ انا ماشي كنسول فيك بحال داخل لك في حياتك. لا هانيه هانيه حقك تسول خوك. لا انا نسول خوك هاكاك والله العظيم الا وقفت على في اخ ديالي. سبحان الله العظيم. حلفت لك بالله خويا. غير الله تعالى. انا شوف الله عز وجل انا غادي ديك الجهه. بنت اليد قطعت الطريق درت من الجهه الاخرى وقلت نتبع هذا الراجل هذا. تحياتي خويا الله ينورك. فين غادي خويا؟ غادي غينا يا صديقي. كتمشى وصافي. كي داير الامور ديالك؟ الامور مرمك يعني عيانه عيانه الا بغيتي تدبر عليا شويه ما كرهناش ياك. الله يهديك. انا تبعتك باش ندبر عليك. الله يدبر لك. ما تعشيتي باقي ما تعشيتي؟ ما ماشي ما والو مرمك سبحان الله ساعات ولا يعني ياك ربي اللي يفوت مني والله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. وفين غتعشى مثلا دابا؟ هما الفلوس في جيبك، هيا في جيبك واحد 30 درهم ولا 40 درهم، فين غتعشى؟ لا لا كلشي سهل. غير تعاوني هكا غير ديرها يعني معايا هكا شجاعه وكتشجعني الله يشجعك. دير اللي درتيها في الجيب ديالك تشجعك. تشجعني هكا يعني ما نبقاش يطيح هكا تحيد عليا شويه الهم يعني تحيد عليا شويه. طيح شويه القضيه طيح. الله ينور خير. انت من طنجه؟ لا والو انا ولد الناظوره. الله اكبر. الله سبحان الله اكبر. نكرموك اخويا. تحيه. سهل الكرم. الله عرفتي شحال كرمونا الناس ديال الناظور حنا؟ الله يكرم العائله ديالك. خويا ديالي وفين غادي تبات اليوم؟
لا عندي فين كتخبى هكا. عندك فين كتخبى؟ عندي كتخبى وتخبى. اش خاصك دابا؟ خاصني ندبر عليا الا بغيتي. شحال بغيتي؟ الا عندك المجهود الا ما مسكين. شحال بغيتي تقريبا؟ يعني 3 سنين انا ما شفت الوالده غير على حساب روطار، ما خدمناش شي كنخدموا يعني كان. وتبغي تشوف الوالده؟ ما كرهتش، ما عنديش الصعب. وبغيتي 3 سنين ما شفتيهاش؟ 6 سنين والله العظيم ما كرهناش. وبغيتي تمشي عندها؟ مره خدامين جات داك كورونا دخلت علينا وقفت، وقفنا في الوسط الطريقه والديار. ما كرهناش، راه 3 سنين العيود هاد وكذا يعني ما كرهناش. وعلاش ما كاين واحد الحل؟ طيب سوء القدرة يعني. معليش ان شاء الله باذن الله انت الحمد لله خارج باش تدبر على راسك. برافو. خارج باش تدبر على راسك تمشي عندها، ولا بغيتي تمشي عندها؟ نصيفطك تمشي عند والدها. انا ما كرهتش هي قال كنتصل معاها في التليفون بحال بحال، ولكن ما كرهناش بنادم يخرج هكا بقلبه يريح هكا معاه هو. تمشي تريح معاهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام. شوف تمشي تريح معاهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام على حسابي خويا. شوف الله ينور خويا، نخلص لك الترونسبور وتمشي قبل ما تمشي، تمشي للحمام فهمتي؟ تمشي للحمام يعني تحسن شويه، تمشي عندهم شويه مدير. هاني هذاك الشيء اللي دبرتي عليا شويه ما كرهتش. انا نقضي لك هذا الغرض هذا كامل. علاش ما لا لا, لا غير دبر عليا غير الصاف، وكندعي معاك القلب ديالي يعني كيوسع لي في هذه الدقائق هذه حتى تموت ان شاء الله. اي والله الا دبرتي معايا هذا ان شاء الله. ولا بدا ما نخليكش غدا نجمع راسي هكا نمشي نطلع عليهم هكا على سيفتي. والله اي والله غنمشي نقول هو واحد المغربي مسكين ساعته ولا نعاود له هكا نقول غيوصل وفي الوقت حاسمة. وفي الوقت حاسمة لا عليك ولا علي يعني. شحال يخصك باش تمشي؟ شحال باش؟ علاش ما قديتي؟ لا ولكن انا علاش ما قديتي؟ غنفوت الجهد ديالي، ولكن واحد القضية مثلا انت شحال كان يقدر يكون عندك في الجيب ديالك باش تقدر تمشي؟ غير 400 درهم ولا 300. 400 ولا 300؟ 300 غنمشي. ياك؟ ها هي اخويا، ها هي 400. يا قلتي 400؟ غير 400 ربا ديالي الله يبعد عليك. الله يبعد عليك ولاد الحرام الله يوقفها عليك. ها هي اخويا 400. برافو دراجة. ها هي اخويا. راه لي ذاك الراس عمال ديالي. لا شوف انا بحالك، انا اخوك. حياتي خويا الله يبارك. شوف لا راس لا يد لا رجل، الحمد لله رب العالمين. انا اخوك، انا وقفت عليك لله عز وجل. الله يرحمني منك. والناس ديال الناظور ناس معقولين. كنت مخنوق هكا راه بعدتي عليا واحد الخنوق يعني، كنت في الشده الله يبعد عليك. كنت في الشده. كنت في الشده الله يرحم الوالده ديالك ابا. والله خويا لو وقفت لله عز وجل. ولد الرجال الله يرحم لك الله يكبر الشيبانيه ديالك الله ينورك الله يبعد عليك جميع اللي كيتصاب الله يرحم والديك ابا. امين اخويا. تحياتي ولد الراجل. الله يحفظك. وغتمشي عندها دابا؟ فين غتمشي دابا؟ غنمشي ان شاء الله ندبر شي كسوه هكا. جاي بلاتي. اش غتمشي دير؟ ندبر شي كسوه، ندبر شي العدالة. ندبر شي كسوه بعد عاد تمشي. ياك؟ غنحل ضروري يعني. وشوف خشي الفلوس في جيبك هما الاولين، واش غادي في ضروري يا با ما تخممش الله يرحم الوالدة ديالك ابا. واش بيني وبينك واش فرحتي ولا لا؟ فرحت راه الله يا اخي، ماشي غير كنت في الحبس اصاحبي اللي حبس على شي ما راه قلب بنادم انت في يدك في التغطية ديالي غتخنق. سير الله يبعد عليك جميع الصعوبات في هذا النهار هذا. امين يا رب العالمين. الله يحفظك وبارك الله فيك. الله يعينك. ماشي نفس هذا المسكين. هو مسكين منك. سبحان الله سبحان الله. شوش قال شوش قال؟ قالك حيدت علينا الخنيق. سبحان الله. شوف كي ديمارة دابا، شوف الديمارة. كابي خويا فعلا مهموم ياك. قالك كنت مخنوق. شوف الاخوان قالك كنت مخنوق. المشيه تبدلات ديماره صافي هو غيقطع الطريق ما كاينش. حتى دابا مقابل لي تي جي في مسكين. ها اللي قلتو يقدر يكون شفاه. ان بعض الظن اثم، ان بعض الظن اثم، ولكن هذه المساله الله يتدلى. شوف الله يتدلى. الله يلا دلى. ايوا
قال لك كنت في الحبس، كنت مخنوق، خففت عليا شوية الهم. الوجه ديالو نقي هكذا كيدير، الوجه ديالو مزيان، الحويجات ديالو الشيل، الحويجات ديالو باغي نقيين، الحويجات ديالو نقي، يعني ماشي متشرد زعما داك المتشرد ديال سميتو، هاز الهم مسكين. وهذا يلا هذا الشيء كيهضر معايا، يهضر معنا بحال شي استاذ ولا لا؟ ايوا هذا نحقرو الاخوان، واش هضر معنا بحال شي استاذ ولا لا؟ يلا عطيوني دابا تحليل ديالكم للموضوع، اش بان لكم فيا كان غادي في الزنقه؟ معاك كان خدام ما كيدورش يطلب، دابا هذا فيه تو ما يوقف، فيه ما يوقف ولكن بنفسه حاره، فيه ما يوقفش، فيه ما يوقف دابا هذا حدا السطوبات تا هو من نادور ما شاء الله، فيه ما يوقف من حدا السطوبات تا هو يوقف تما وبدا يقول بحال هذوك الافارقه وذوك اللي كيوقفوا حدا السطوبات. هو بنفسه حار داز غادي كيدبر على راسو، ما يوقف حتى شي واحد، ما يقول حتى شي واحد عطيني، ما يقول حتى شي واحد مد ليا، ما هو قال لك الكلمه الخدمه مع هاد كورونا ومع هاد الشيء هذا. الخدمه مع كورونا ما كايناش الخدمه، ما كاين والو، قال لي عنده خصني 300 ولا 400 نمشي في حالاتي، نمشي نشوف الوالده، قلت 300 ولا 400، اشنا المشكل؟ هاد 40 اورو، هاد 40 اورو اللي عطيناه من الشوفة عرفتو نعم الطريقه، هيك غادي هنا قلت لك زكا هو، علاش غادي تا هو كيضرب عينه في الارض وكيضرب في هادي، راه كيجمع لها زبال لا والو، المسكين غادي ديماري وصافي. فين المشكل دابا هنا؟ واش فرح ولا لا؟ فرح فرح بزاف، خرج من الحبس، كنت مخنوق قالك، كنت مخنوق. إذن تعلمنا تاني من جديد، تعلمنا واحد الحاجة اللي زوينة، تعلمنا أننا بأبسط الأمور ندخلوا الفرح والسرور على الناس، نطلبوا ربي سبحانه وتعالى يدخل عليكم جميعا الفرح والسرور، بالنسبة للإخوة وبالنسبة للأخوات كتعرفوا الحمد لله رب العالمين، كتعرفوا أنه مؤسسة أبا حمزة الخيرية الهولندية العالمية تقوم بأشياء، تقوم بأشياء جيدة جميلة تعلم الناس إلى غير ذلك. فدائما عندنا واحد رقم الحساب
ياك عندنا واحد رقم الحساب، عندنا الباي بول، عندنا بزاف الحوايج اللي تقدروا تساهموا معنا في هذا الشيء اللي كتشوفوا. شتونا الايام كامله وحنا كنجريو، اللي خاصه العمليه درنا عليه، اللي خاصه الكرا، اللي خاصه الكروسه، اللي خاصه كذا، اللي خاصه كذا، اللي خاصه كذا، اللي خاصه كذا. الحمد لله كل حاجه لايف، حتى من الكلاب والمشاش كتشوفوهم الحمد لله. ف يعني الا قدرنا نتعاونوا كاملين كما هو يعني بزاف الجمعيات وبزاف كذا الى غير ذلك، لكن حنا كنديروا شي حاجه اللي كنديروا شي حاجه اللي رائعه جدا، كنديروا شي حاجه اللي زوينه بزاف. حاولوا انكم باذن الله تعالى تكونوا معنا اعوانا على هذا الخير. انا راك شتيني تعاونني ولا ما تعاونيش غادي ندير، ياك ملي كيكون الجهد عندي كندير، ملي كيكون الجيب ديالي سخون كندير، ملي كنتخلص سواء من اليوتيوب ولا كندير شحال كندير دائما النصيب الحمد لله، سواء من التجاره سواء من اليوتيوب سواء من تجاره حتى تجاره اخرى مع بعض الاخوه. يعني ملي كيجي النصيب الحمد لله الا وكنحيد واحد النصيب وكنديرو، لكن الا تعاوننا غنشوفوا واحد الحوايج اللي زوينه. هاد الوليد هذا يعني شتو الصبر ديالات الحمد لله، فريد ما شاء الله، شتو الصبر ديالات وصلوا لعند الاخوان ما شاء الله باذن الله تعالى. هاد الاخ هذاك غندير معاه راسي شويه، ولكن يعني غنخلصوا الصبر ديالات ونخلصوا شحال من حاجه. يعني ما قدرتش ندير الجهد اكثر من هذيك اللي قال، فرحت ملي قال لي ما بين 300 و 400 300 و 400، غتفرحوا كتبري غدا نغسلو نديو يتحسن يلبس شي حويجات ونوقفوا معاه نصيفطوه في الكار ونديروا ليه شي كادوات ويمشي عند ميمته. لكن قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل. فالاخوه دائما ابا حمزه، مؤسسه ابا حمزه مهموم، كطلب منكم دائما المسانده، دائما المساعده. الحمد لله ترون كل ما تقوم به على المباشر، ترون كل صغيره وكبيره على المباشر.